خارج حلبة كيتو، حشد من هواة مسارعة الثيران أعلن استعداده لمحاربة الحكومة الإكواتورية التي تعتزم حظر قتل الثيران خلال دورات مسارعة الثيران في الإكواتور. إنه يوم للمدافعة عن حريتنا وحق عملنا كمسارعي ثيران وعن حرية مشجعي مسارعة الثيران. حرية حرية، الحرية هو الشعار الذي يتعالى خلال هذه الدورة التاريخية لمصارعة الثيران المنظمة ضد الاستفتاء المقرر والذي من شأنه تغيير قواعد هذا التقليد القديم. ويتصدر العرض ثلاثة من كبار المصارعين الفاندي، كاستيا وكومبوسانو، كلهم جاءوا ليصارعوا مجانا مساندة منهم لهذه المبادرة. كومبوسانو يعتبر أن مصارعة الثيران بأكملها في خطر، فتماما كحلبة مونتولا الحلبات التاريخية لكيتو مهددة بالإغلاق. نحن هنا لنعبر عن رفضنا ولنبرهن عن اتحادنا وكثرة عدد الأشخاص الذين يعيشون بفضل المصارعة ويستمتعون بها. لا نستطيع السماح لهم بحظر مصارعة الثيران لمجرد أن البعض يعارضها، لكن الحكومة تقول أنها تدافع عن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. إنه معترف به في الدستور، نعترف بحقوق الطبيعة والحق في الحياة لكل أشكال الحياة الموجودة في الطبيعة، فمن الضروري إذن حمايتهم وبكل الوسائل الممكنة، وضروري أيضاً خلق نقاش بين الدولة والمواطنين حول هذا الموضوع. نفس الاستياء لدى مربي ثيران المصارعة. كريستوفال غولدون يعمل في تربية ثيران المصارعة منذ 30 عاماً ويملك 240 ثوراً يصل سعر الواحد منهم إلى 8000 دولار. إذا توقفنا عن تربية قطيع الثيران ستصبح كل هذه الأراضي زراعية، ما يعني زيادة في التلوث البيئي، وإذا أصغينا إلى من يدعو حماية الحيوانات سينتهي الأمر بهذه الثيران في حدائق الحيوانات. على المستوى الوطني، صراعة الثيران توفر 60,000 عمل بحسب المدافعين على هذا التقليد، والكلمة الأخيرة ستعود للإكواتوريين في 7 مايو المقبل.